السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة علوم التربية. كما وعدتكم سابقا بأنني سأقدم لكم حلقة أو مجموعة من الحلقات بخصوص كيفية التعامل مع المقابلة الشفوية. إذا لنبدأ على بركة الله. من أين نعرف ماذا سنراجع أو كيف نستعد للمقابلة الشفوية؟ سبق وأن طرحنا بخصوص الامتحان الكتابي من أين نعلم ماذا سنراجع للكتاب، وكان الجواب نعلم ذلك من خلال الاختبارات الكتابية السابقة يعني السنوات السابقة، وأيضا من خلال التوصيف الذي تضعه وزارة التربية والتعليم رهن إشارة المترشحين. نفس السؤال نعيده بخصوص المقابلة الشفوية، لكن الجواب سيكون مختلفا. الجواب من طبيعة الحال هو أننا نعلم ماذا سنختبر فيه أو ما الذي ينبغي أن نراجعه أو نستعد به للمقابلة الشفوية من مجموعة من الأمور، على رأسها شبكة التنقيط أو دليل الاختبارات الشفوية. إذن شبكة التنقيط هي واحد المعيار أو مجموعة من المعايير اللي غالبا أو عادة تعتمدها اللجان ديال الشفوي، حيت هاد اللجان ما عندهاش الحق أنها تتصرف وفق الإرادة ديالها في جميع ما يتعلق بالامتحان. طبيعة الحال هي مخيرة في طرح الأسئلة، يعني عندها الحرية في اختبار المترشح بزاف ديال الأمور، ولكن وفق واحد النموذج وفق واحد المعيار. مسألة ثانية من خلال أيضا التجارب السابقة. إذا كنا قلنا في الكتابي من خلال الامتحانات السابقة، ففي الشفوي يمكن أن نعلم الأسئلة أو غالبية الأسئلة التي تطرح من خلال التجارب السابقة، وربما تبحثون في محرك البحث جوجل أو في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أو مواقع أخرى اليوتيوب مثلا عن مجموعة من التجارب تقاسمها معكم أو يتقاسمها معكم الأساتذة السابقون، وأنا سبق لي وأن تقاسمت معكم تجربتي في الاختبار الشفوي أو المقابلة الشفوية. إذا نبدأ سأحاول أن أقسم هذه الحلقة إلى مجموعة من المحاور. المحور الأول يتعلق بالمؤهلات الشخصية. المؤهلات الشخصية عليها 8 ديال النقاط. قبل هذا خصنا نعرفوا بأن المعامل أو بأن مجموع النقاط ديال المقابلة الشفوية وفق النماذج اللي شفنا من قبل ديال شبكة التنقيط 60 نقطة. إذا إلى جاوبتي على جميع ما يتعلق بالشفوي كنت ناجح 100%، عندك 60 نقطة، ولا أظن أن أحدا يحصل عليها كاملة، لأن هذه الأمور كتبقى أمور نسبية. إذا غادي نهضروا على مجموعة من العناصر أو مجموعة من الأمور كما ينقط عليها في هذه المقابلة. أول شيء المؤهلات الشخصية. شنو نقصد بالمؤهلات الشخصية؟ بمعنى الهيئة ديالك، الشخصية ديالك، واش أنت تقدر تكون أستاذ ولا ما تقدرش تكون أستاذ. كيدخل فيها أربعة ديال العناصر. الهندة، إتقان اللغة العربية بالنسبة للمواد اللي كتقدمها باللغة العربية، بمعنى كيفاش كتهضر واش كتهضر، كتعرف تهضر بسلاسة وبأريحية أمام اللجنة. بالنسبة للمواد الأجنبية يعني مثلا اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، فطبعا لا يتحدثون باللغة العربية وإنما باللغة التي يدرسونها أو سيدرسونها إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية إتقان أو معرفة مبادئ في اللغة الأجنبية أو اللغات الأجنبية. إذا المترشح في أي مادة سيكون عنده مبادئ في اللغة الفرنسية ومبادئ في اللغة الإنجليزية، وغادي نجيو نهضروا على هذه النقطة إن شاء الله. ثم النقطة الأخيرة مدى تمكن أو قدرة المترشح على استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة. قبل ما نهضروا على هذه المحاور كلها نبغي نذكر بأن الهدف من المقابلة الشفوية ليس هو اختبار المعارف. إذا هي لا تسمى امتحان ولا تسمى اختبار ولا تسمى يعني ماشي بحال الامتحانات، يعني بالشكل ديال الامتحان، قصد يعني
اختبار المعرفة. بطبيعة الحال المعرفة أو الجانب المعرفي هو جزء من المقابلة، ولكن المقابلة أولا شرط، فيها شرط الحضور، بمعنى اللجنة خصهم يشوفوك وتوقف قدامهم ويشوفوك فيك بزاف ديال الأبعاد النفسية، التواصل، بزاف ديال الأمور اللي غادي نشوفوها، الاستعداد، واش أنت مستعد أنك تكون أستاذ، واش أنت قادر أنك تكون أستاذ، يعني من خلال هذيك المدة اللي كيدوزو معاك، اللي كانت في واحد الوقت ساعة ونص، من بعد ربما ساعة، من بعد 50 دقيقة، يقدر هاد السنة تغير الأمور، وغالبا غادي تبقى 50 دقيقة لكل مترشح، وكاين اللي ما كيدوزوش معاه 50 دقيقة، وكاين اللي ربما كيتجاوزوا معاه 50 دقيقة. فإذا هذيك 50 دقيقة خصني نعرف كيفاش ندافع على راسي بأنني مترشح، نقدر نكون أستاذ، وبأنني كما يقول أحد الأساتذة بأنني خلقت لمهنتي التدريس. إذا نرجعوا لهذ العناصر اللي قلت الآن، الهندام، ده الهندام ديالي كيفاش خصو يكون؟ ماشي شرط أنني نلبس كوستيم وكرافطة وواحد اللباس معين وكذا، بالعكس خصني نلبس لباس عادي جدا. نشوف الأساتذة اللي خدامين الآن في شي ليسي، نمشي قدام شي ليسي ولا قدام شي كوليج، نشوف الأساتذة شنو كيلبسو، قميجات، تريكو، فيست قديمة ديال العام اللي فات أو ديال سنوات قبل، سروال عادي، يعني أمور تكون عادية، ما نكونش مثير للانتباه، وما يكونش اللباس ديالي ايضا لباس واحد اللباس اللي ما عاطينيش الصوره ديال الاستاذ. اذا اللباس يكون لباس عادي، ويكون لباس تربوي. اللغه العربيه او اتقان اللغه العربيه، هنا كنصح الاخوان بانهم ما يتخلعوش، نهضر واخا ندير اخطاء، واخا نسكن، نهضر قدام اللجنه باريحيه، نبين اللجنه بانني انا مرتاح. كاين مجموعة من الأمور كتبينك بأنك ما مرتاحش، مثلا كتشبك يديك، مثلا خايف، مثلا الطريقة باش كتشوف، ما كتبتسم، حتى حاجة، كتبين لهم بأنني أنا خايف وما نقدرش نكون أستاذ. فأنت كتدافع على راسك، فأحسن الدفاع. إذا عرف كيفاش تدافع على راسك، كندافع على راسي واخا أنا خايف، حتى واحد ما يقدر يقول لكم بأن ما كاينش شي واحد ما كيخافش من مقابلة الشفوية، حتى المفتش إلا بغى يدوز مقابلة الشفوية، وحتى الأستاذ يجي عنده المفتش أو تجي عنده اللجنة، ضروري كيكون واحد شوية ديال الارتباك. ولكن خص هذاك الارتباك اللي كيكون في الأول خصني نتجاوزو من بعد. اللغة العربية هضرنا عليها، اللغة الأجنبية، اللغة الأجنبية من طبيعة الحال ماشي ضروري نكونوا عارفين اللغة كاملة، حيت حنا يعني المواد الأخرى ماشي متخصصة، بعكس الأساتذة اللي غيقريو هاد المواد، ولكن نعرف على الأقل الحد الأدنى، الحد الأدنى نعرف نقدم راسي باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. إذا اقتضى الحال أنني نحفظ واحد التقديم، أنا فلان ابن فلان من المدينة الفلانية، إمتى تزاديت، الشواهد ديالي، هاد الأمور كلها نعرف كيفاش نقدم راسي. أيضا استعمال، ثم نعرف مجموعة من المصطلحات التربوية، مثلا نعرف الترجمة ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، نعرف هذه باللغة الفرنسية، نعرفها باللغة الإنجليزية، نعرف شنو هي البيداغوجية بالفرنسية واللغة الإنجليزية، نعرف علوم التربية شنو هي، نعرف شنو هو المدرس، على الأقل المصطلحات التربوية نعرفها، هذا الحد الأدنى. استعمال الإعلاميات، ثلاثة ديال الأمور اللي مهمين، اللي الأستاذ غيحتاج يخدم بهم، الوورد والإكسيل والباوربوينت. فإذا طرح لي سؤال وكنت كنعرف شي حاجة في هذا الشيء، نقول بأنني كنعرف، كنت كنعرف غير واحد شوية، ما نقولش بأنني ما كنعرفش، لأن من العيب والعار أنك تكون مقبل أنك تكون أستاذ وما كتعرفش الباوربوينت، ما كتعرفش الإكسيل غادي تخدم به النقط ديال التلامذ، غادي تحسب به المعدلات، غادي دير به اللوائح ديال التلامذ، غادي ربما تحتاجه في شي مسابقة يكون فيها إقصاء وفيها نهاية وفيها إلى آخره، الوورد غادي تحتاج أنك دير به الجدادات، الباوربوينت غادي تحتاج انك دير به عروض او ربما دروس او تعرض به وضعيات او تمارين او صور او فيديوهات اللي كدمجها واللي المقاربه بالكفايه جاءت من اجلها. فاذا هاد ثلاثة ديال الامور خصني يكون عندي فيها واحد النصيب. انتظروني في فيديو اخر بعد قليل.